السلام عليكم، معكم كشر، رجعنا من جديد الى اوفر واتش. اليوم اتكلم معكم عن كوميك تريسال ريفليكشن. طبعا الكوميك عباره عن مجلات مصوره من الشركه، يعني بشكل رسمي، يعني ما يجيك اي شخص ثاني يالف لك في القصه. الزبده طبعا الشركه من فتره لاخرى تنزل هذه الامور، وحبيت ان اليوم نتناقش معاكم ونتكلم عن الامور الموجوده في الكوميك الحالي. ان ما عجبك المقطع ان شاء الله بنحاول نتجنب الكوميك اللي بينزلون في المستقبل. الصورة الأولى، ونستر كان متضايق إن السنوات الماضية من الإجازات أغلبها يقضيها لحاله. رد عليه الجهاز وقال السنة هذه بيكون مختلف عن السنوات الماضية. وأيضا عندنا في الصورة مقابلة تلفزيونية مع مي تتكلم أن هناك إعصار جليدي كبير بيضرب انجلترا، وعلى يمينه باللغة الروسية ان الزارية تتضارب مع الاومنيكس في روسيا في منطقة سيبيريا. والصورة اللي تحتها معنا الديفا لدعاية فصل الشتاء وينتر ويندرلاند باللغة الكورية. عندنا وينستون يسأل الجهاز اي اتصال او اي خبر عن تريسر. يرد الجهاز يقول ما شيء، وينستون يقول الظاهر ان تريسر بتيجي متأخر. وينستون كان يتساءل عن سبب تأخر تريسا. عندنا في الصورة تريسا مستعجلة تقول لعمرها يلا استمري في التقدم، لأنك ما بيمديك توصلين المكان اللي تبين توصلينه في الوقت المحدد. وفجأة تجي عائلة تطلب المساعدة من تريسر، في حرامي سرق من عندهم كذا غرض. تريسر أول ما شافت الموقف قالت أنا لازم أترك الموقف هذا للشراطي، لأنها بالأساس متأخرة عن المكان اللي تقصده. انتبهت تريسر للساعة، قالت في وقت، وقفت، رجعت بسرعة صوب العائلة، شلت الغرض اللي كان سرقها الحرامي ورجعتها للعائلة. أول ما وصلت تريسر المكان اللي تقصده المحل، تفاجأت أن المحل مغلق، وكانت مرة متحطمة لأن الوشاح اللي تبيه موجود في هذا المحل. راحت بسرعة لمحل ثاني آخر قريب من المكان اللي كانت فيه. وأول ما دخلت تريسر المحل يمين يسار بسرعة تدور على الوشاح اللي تبيه، وفجأة شافت الوشاح وراحت بسرعة للوشاح وسحبتها وقالت انت بالاساس لي. لكن للأسف الوشاح ما كان من حط تريسر، في شخص اخر كان قريب من الوشاح قبل تريسر. تريسر تحطمت، وبعدين جاء راعي المحل قال لتريسر المحل بيغلق اذا انت ما عندش اي مشتريات. تريسر جلست برا على المحل متضايقة ان اليوم ما في اي حظ لها انها تاخذ الوشاح. طبعا انتبهت للجهاز المعلق في صدرها ان الجهاز البطارية قربت تموت وماشي فرصة لها انها ترجع البيت بسرعة. وبخيبة امل تريسر قررت ترجع البيت مشي، وفجأة سمعت صوت من وراها. اول ما التفتت ورا ظهرها لقت بنت صغيرة حاملة هدية، وتقول لها امي قالت لي اني اعطيك الهدية وهابي هوليديز. اول ما التفتت تريسر نحو عائلة البنت تذكرت ان هذه العائلة اللي قبل شوي ساعدتهم يوم الحرامي سرق عنهم الغرض. اول ما وصلت تريسر البيت كانت تتكلم مع شخص تقول بمعنى انك ما بتصورين وتصدقين المواقف والصعوبات اللي مريت عليها في الخارج. تريسر اعتذرت لصديقتها ايميلي بان الشيء اللي جابتها هو عبارة عن شيء واحد فقط. ايميلي ردت على تريسر قالت لها بمعنى انش لا تاخذين هم، انت دوم بالاساس تسوين امور بشكل جدي وبشكل اجتهادي. ايميلي انتبهت للهدية وقالت هل ان هذه الهدية لي؟ وراحت بسرعة تفتح الهدية، وتريسر كانت مصدمة وما كانت تعرف وش داخل الهدية. اول ما فتحت ايميلي الهدية تفاجأت انه عبارة عن الوشاح، وكانت مرة عاجبها الوشاح، والوشاح هذا بالاساس كانت تريسر حاول توصل له من محل لمحل اخر وما قدرت توصلها. في النهاية طلعت الهدية الصغيرة اللي اعطتها البنت عبارة عن هذا الوشاح. طبعا هني صار موقف انا صراحة ما احب اتكلم عن هذا الموقف لان فيه مشاكل وانتقادات وفيه كلام مرة كثير. اذا حاب تشوف الموقف هذا وتقرا القصة بالكامل عندك تحت في الديسكريبشن حطيتكم رابط القصة، اذا حاب انك تتصفح القصة بالكامل وتكشف عن جميع محتوى الصور. وينستون جالس في مقره حزين ومحبط، وكان يقول ما في بالاساس امل ان تجي تريسر. اتجه نحو الطاولة اللي كان مجهزها للعشاء مع تريسر، واخذ الصورة القديمة للدكتور اللي رباه هو صغير بمعنى الاب اللي رباه. طبعا وكان يفكر وش وضع الشخصيات الثانية، شخصيات اوفر ووتش في هذه الاجازة. وفي احد صور القصص نلاقي جينجي يقضي فصل الشتاء مع صديقه زنياتا، طبعا بحكم الصداقة اللي تربطهم. طبعا ايضا جينجي جالس يكتب رسالة، الاغلب يتوقع ان الرسالة هذا لها علاقة ارتباط مع الرسالة اللي تقراها ميرسي. وكيف تعرفون ميرسي لعبت دور كبير في انقاذ جينجي من الموت.
وفي صورة أخرى فرح تتناول العشاء في أحد المطاعم مع شخص. الشخص هذا ما نعرف، يمكن يكون أبوها، يمكن يكون أخوها، يمكن يكون حبيبها، لكن الأغلب يتوقع أن فرح حاليا في كندا، لأن أول شيء عندك في الخارج ينزل ثلج، رقم 2 شاشة التلفزيون اللي ورا فرح عليه علم كندا. الأغلب يتوقع أن فرح حاليا في كندا مش في مصر. وأيضا فرح لها اسكنين من الاسكنات اللي عليها الحضارة الكندية، والأغلب يتوقع أن فرح عبارة عن نص كندي ونص مصري. وفي صورة أخرى صارت عليها ضجة، الصورة هذه شخصية الودو ميكر حاطة ورود على قبر زوجها جيرارد. طبعا كيف ما تعرفون زوجها كان أحد عملاء أوفر ووتش، واللي قتله هو نفسها الودو ميكر بعد ما غسل ريبر مخها وغير شخصيتها 360 درجة. وهنا يجي مسمى الودو ميكر. الودو ميكر بمعنى الأرملة السوداء. الأرملة السوداء لقب لأحد العقارب اللي في فترة من فترات حياتها مع زوجها تقتله وتتغذى عليه. وعندنا صورتين ثانيات، عندنا شخصية الراينهارت يحتفل مع شخصية توربيون في أعياد الميلاد مع بعض. طبعا ليش؟ بحكم العلاقة المقربة بين هذه الشخصيتين، لأنكم كيف ما تعرفون اللي كان يصلح دروع الراينهارت هو التوربيون نفسه. طبعا في حساب التويتر لشركة أوفرووتش أكدت أن الأطفال اللي حول الراينهارت هم أبناء توربيون، لكن البنت اللي مع توربيون يمكن تكون بنته، يمكن تكون زوجته، يمكن تكون حبيبته. وأيضا عندنا صورة أخرى شخصية السولدر 76 مع شخصية آنا. طبعا كل واحد منهم جالس يفكر في شيء ثاني. آنا حط يدها على خدها والظاهر أنها تفكر في موضوع بنتها فرح، وعندك السولدر جالس يقلب الألبوم، والألبوم اللي قدامكم في صورته مع شخص فتاة، يمكن تكون زوجته، حبيبته، أو أحد شخصيات أوفر ووتش. لكن العلاقة المقرب بين هذه الشخصيتين يمكن الأغلب ما كان يعرف أن آنا في أحد فتراتها في أوفر ووتش كانت تمثل يعني القائد الثاني من بعد سولدر 76، فطبيعي يكون انهم قريبين من بعض. وفي صورة اخرى معنا شخصية الريبر جالس يتابع عائلة مكون من اب وام وطفل، يمكن احد اطراف العائلة يقرب للريبر، يمكن مثل يكون الشخص هذا عبارة عن اخوه او صديقه، يمكن الفتاة عبارة عن حبيبته السابقية او اخته. وفي صورة أخرى معنا شخصية الجانكرات وشخصية الرود هوك طالعين من حديقة اللونا اللي موجود حاليا في سيدني. وفي صورة أخرى معنا شخصية هانزو، الظاهر أنه في محل وبيشتر الكيكة اللي قدامه، والطفل اللي على يساره يمكن يكون ابنه، يمكن يكون شخص مجرد واقف يطالع الكيكة حالته من حالة هانزو، أو يمكن يكون أحد معجبين بشخصية هانزو. وعندنا في صورة أخرى شخصية سومبرا وشخصية ميكري. طبعا ميكري يبين أنه مرة مخربنها، وسومبرا حاطة يد على يد وطفشانة تبي ميكري يصحي. يمكن أنه كيف ما تعرفون شخصية سومبرا شخصية أساسا بالأساس تحاول تقرب من الأشخاص عشان تستفيد منهم معلومات وتسرق منهم معلومات لمصلحة شخصية. نرجع لصديقنا الحزين وينستون. وينستون اتجه نحو طاولة الطعام وقال لصديقه الكمبيوتر، الظاهر أن الاحتفالية هاي بتكون أنا وأنت فقط، ما بيكون في أي طرف ثالث. الكمبيوتر رد عليه قال الظاهر أن هناك في حد يعني عند الباب. يونستون يوم اتجه نحو الباب، يوم فتح الباب لقى من لقى تريسر مع إيميلي. طبعا تريسر اعتذرت عن التأخير بسبب سوء التسوق. وينستون كان فرحان بحضور تريسر وإيميلي وحضنهم مع بعض، واتجهوا نحو طاولة الطعام. طبعا تريسر قالت في هذه اللحظة أنا سعيدة، يعني أخيرا قدرت أقضي إجازتي مع عائلتي. طبعا وينستون رد عليها قال أنا عندي شعور طيب أن السنة الجاية بيكون شيء كويس. طبعا وصلنا نهاية المقطع، إن عجبك المقطع لا تنسى أنك تدعم المقطع باللايك وسبسكرايب كومنت، لأن صراحة عملية ترتيب الصور وترتيب القصة والبحث عن المعلومات في الصور صراحة من جد متعب. أتمنى هذا المقطع عجبكم. السلام عليكم.